فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يدعو الإنسان في سجوده بما شاء ولو بلهجته العامية دون أن يلتزم بما ورد من الأدعية النبوية؟ نعم، يلتزم سبحان ربي الأعلى ما يغيرها. وأما الدعاء فإذا دعا بما يوافق ما ورد فلا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.